السلام عليكم، معك أخوكم سيد علي من الإسماعيلية مصر. إن شاء الله النهاردة هنشرح البنسة اللي هي تحت الصدر. بس قبل ما نشرحها عايزين نقول حاجة، إن البنسة دي جديدة عليا أنا. أول حاجة مش جديدة عليكم، جديدة عليا أنا، وطريقتها صعبة بالنسبة لي أنا، مكنتش قادر أفهمها صراحة، لأنها لقيتها في الكتاب حاجة غريبة أوي. لقيت إن البنسة دي بتتعمل لبره مش لجوه، يعني هما بره بيعملوها. طبعا عشان اقدر افهمها اضطريت ان انا اخلي الكتاب ده اقعد كل شويه اترجمه على جوجل، كل شويه اترجمه على جوجل واجمع عشان اقدر اعرف هما ليه قصدهم ان هما يعملوا البنسة لبره. يعني طول عمرنا بنعمل البنسة داخل الصدر وبعدين بنعمل البنسة على ضيق، دول بيعملوا البنسة على واسع. فاستغربت، يعني اول مره اشوف حاجه زي كده يعني في حياتي. لكن برضو بيعملوا حاجه جميله قوي، بيعملوا البنسه كبيره قوي. يعني احنا اكتر حاجه بنعملها في البنسه تحت الصدر 2 سم، هي ممكن تعدي 8 سم. فانا استغربت برضو ازاي يعني بنسه تعدي 8 سم في كل حاجه وما بيشرحوها. اكتشفت ان الحركه دي متعه في حد ذاتها، متعه جميله جميله جدا. موضوع البنسه دي مع انها غريبة اول مرة اعملها، وكنت خايف منها صراحة لانها كانت اول مرة في حياتي اعرف الطريقة دي. لكن وهم هنا بيصرفوا البنس بقى عندهم بنسة واحدة على طول لتصريفها، ما بقاش عندهم، عارفين انتوا الحتة بتاع البروفيل ان هو بيديك بنستين وتحاول انك انت تصرفهم في الاتجاهات، لا هو بيديك بنسة واحدة وتصرفها مع اول مرة على طول. يعني مش محتاج انك انت تصفلها، لا ده على طول بتروح مصرفها مرة واحدة. يعني هو بيديك بنسة وتصرفها مرة واحدة، يعني ومديلك 10 أشكال للتصريفات. العشر أشكال دول هنلاقي في طرق تانية غيرهم، هنلاقي في طرق تانية غير العشر تصريفات دول ممكن تغيرهم. يعني ممكن تلاقي العشر تصريفات دول ليهم 10 تصريفات تانيين نبقى نشرحهم فيما بعد. فالطريقة دي أنا استغربتها في الأول، لأني أول مرة أشوف بنسة واحدة من تحت الصدر وكبيرة وبتخلي خط الجنب يطلع لورا. لكن اكتشفت ان هما بيعملوا بيها الحركة دي، ويا ريت كده وبس، يا ريت على قد ان هما بيصرفوها تصريف واحد وبس، لا ده بيعملوا حاجة جميلة قوي ان هما بيغيروا. شايفين ده قلم، يعني ده عاملينه قلم جمجزا للشرح، يعني ايه بيختصروا الشرح فبيحاولوا ان هما يعملوا قلم يعني. فبيغيروا شكل القلم او الكارو مع اتجاه البنسه، فبيضطروا. انت عارفين لما واحد يجيب حاجه بلوزه كارو ولا حاجه وتيجي تقول لها تعمل لك ايه، تقول لك هي كارو هغير فيها ايه، هعمل لها قصه في الصدر هتعملها. هما ما بيعملوش قصات ولا يعملوا اي حاجه، هما يلعبوا في البنسه يغيروا الشكل. يعني هو الموديل ساده من قدام، دوران رقبه من قدام، دوران جيرو من قدام، ونازل مجسم، لكن هنا شكل وهنا شكل. هما لعبوا في البنسه فتحوها من فوق وهنا فتحوا البنسه من تحت، وراحوا مقفلينها من تحت وهنا قفلوها منين؟ من فوق. فعملوا موديلين من غير اي حاجه، هي نفس القماشه بس طلعوا موديلين مختلفين، مجرد ان هو غير بس اتجاه، لعب في حركه البنسه بس. يعني بص هو حاطط نفس الموديلين بنفس الشكلين، لكن السبعه لفوق نازله لتحت، وهنا السبعه طالعه لفوق، مدي لك منظر من تحت الصدر من هنا، ومن هنا مديها لك تحت البطن. فهو اذا قدر يغير الموديل، يغير الموديل بس بان هو عمل خط خالص، لكن هما الاثنين موديلين مختلفين بس بان هو لعب في البنسه، لعب شكل ما عملش اكتر من كده. ونفس الفكره برضو ادالك شكلين تانيين اهمت، خلى كسره البنسه الكبيره تعمل للقلم زاويه لتحت وعكسها فوق. حتى ما رضاش يشرحها مرتين، شرحها مره واحده على اساس انك انت ممكن تغيرها بعد كده، يعني مش محتاج انك انت تقعد تسال فيها. فيخليك تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل الكسرة بتاعتك زي ما انت عايز بالطريقة اللي انت ايه عايزها، ويديلك نفس الايه؟ نفس الفكرة ونفس الشكل، بان هو بس يقفل البنس مرة ايه تانية. طب الفكرة دي جمالها في ايه بقى؟ جمالها ان هو بس لو احنا شرحنا لك بس ازاي تعرف تصرف البنس، تقدر تعمل كسر بالبنس بنفس الشكل. وحد عمل باب كامل على الحركة دي، يعني الباب ده كله بيتكلم عن الموضوع ده كله، على تصريف البنس واشكالها، ازاي تعمل بنسه من عند الرقبه وتخليها نازله زي سبعه، ازاي تعمل بنسه من تحت الباط وتعمل لها اشكالها كده.
هو خد ان هو يعملها لك كده، لدرجه ان هو منزل لك موديلات كلها هتلعب في البنس بعد كده. يبقى اذا اهم حاجه عندنا دلوقتي البنس، وطبعا زي ما احنا قلنا الغريبه ان دي بنسه جديده يعني. طبعا هنزلنا الخط دوت اللي هو بتاع الكتف اللي احنا حددنا بيه ميل الكتف قبل كده، وبعد كده جينا على نقطه الصدر وعملناها اللي هي نقطه الصدر دي. نقطه البنسه من تحت بتقل عنها حوالي سنتي، هو المفروض ان هو بياخدها على مقاس هنا في المانيكان، بياخدها على مقاس عشان خاطر نبقى جايبينها صح، عشان خاطر في ناس معاها الكتاب وبتحاول انها برضو ايه تقول هي من بي الاف، من بي الاف هو مقاس 20، بصوا مقاس 20 هو عايز يجيب مكان الاصل الخياطه من خط الوسط، مش عارف اذا كانت كاميرا جايباها ولا لا، فطبعا عايز يجيب من نص الوسط لحد مكان الاصل الخياطه في المانيكان نفسه، فهو بيقدروها بحوالي 1 سم تقريبا. يعني مثلا لو افترضنا ان الصدر ده كده كام؟ 11 سم، بيخلوا ده 10 ويروحوا موطين البنسه من هنا. ان هو كده بدا ان هو يعمل البنسه بميل بسيط من ناحيه واحده، ما عملهاش من الناحيتين، ويجي طلع من هنا على الكتاب طلع 1.25 بوصه، يعني بمقدار 3 سنتي، وراح معلم 3 سنتي لبره. نفس طول الكتف ده وطلع بيه لبره وراح حاطه، فهو رفع بس ايه طول الكتف ده لبره وراح عامله وقاس من هنا تكملة الربع وسط. الربع الوسط ازاي؟ يعني لو قلنا مثلا ان الوسط كام، ان الصدر مثلا 90، يعني ربعه 23، ربع مثلا الصدر 92، يعني ربعه 23 مثلا، والهانش 80، يعني ربعه كام، والوسط 80، يعني ربعه 20. قاس المساحة دي كام، عاملة 10 سنتي، والناحية التانية عملها برضو 10 سنتي قدها. هو مش قدها بقى، وراح عامل البنسة بتاعته. وهو كبر البنسة، وطبعا انا اشتغلت بس من غير حساب مقاس، بس انا بديكم مثال. يعني هو اخد ربع الوسط في الحتة ديت ودي مع بعض. احنا بقى بناخد ربع الوسط فين؟ بناخد ربع الوسط في التكسيمة، بناخد الفرق بين الصدر والوسط في التكسيمة وفي الايه؟ في تكسيمة الجنب وفي البنسة. هو خد الفرق كله حطه في البنسة بس، واخد الزيادة بره. فلما ياخد الفرق في البنسة بس بيزود، وكمان زود في الجنب. طبعا ده مقاس مجازي كده لان احنا مش شارحين، لكن في الرسم ان شاء الله هيكون اوضح من كده. وكمان تقريبا هي دي بس اللي ما قدرتش ان انا اوصل لها، بس هو ده فكرة البنس، يعني ان هو قاس طول الوسط وحسبه على الجنب عشان يظبطه ويديلك لفة مظبوطة. وهو ده الخط اللي بيسموه على في الاي ان، ده ظبطه من كتف للوسط ورجع عمله ايه في الجنب. طبعا معلش يمكن يكون صعب عليا ان انا بشرحها، بس مع الوقت ايه هنبدأ ان احنا نفهمها اكتر ونسهلها. عامل ايه بقى؟ هو المفروض ان هو بينزل من هنا حاجة بسيطة، يعني
وهو طلع الباتون ده بالشكل ده كده، بنسة واحدة بس كبيرة تحت. ففي ناس بتقول لك طب انا عايز اصرف البرنسيسة او اصرف اي حاجة، مثلا يعني البرنسيسة هو بيعملها، ولو قفل ده كده عمل قصة البرنسيسة الواحدة. ونفس الفكرة زي ما قلت لكم قبل كده ان هو بيغيرهم بحوالي اكتر من كام، اكتر من 10 اشكال للبنس بيقدر من خلالهم ان هو يحط مكانها ويعملها. فدلوقتي احنا عندنا حاجة من الاثنين، لو احنا قدرنا ان احنا نفهم بس هو قصده ايه من حركة البنس دي، هيبقى احنا كده عرفنا نعمل الباترون كله كامل فوق. وقدرنا هنشوف مع ان الجيرو وسع اهو اللي احنا كنا قايلين من طول الباط، لكن طول الباط هو هو، لما البنسة تيجي ترجعه تاني تعمل لي القبض بتاعي زي الفل. ماشي. ايه تاني؟ هو عمل كسرة من قدام. طبعا مش هنقدر نشرح كل حاجة البنس النهارده، بس احنا عايزين نقرب المسافات شوية ونحاول ان احنا ندي المنطقة. فاذا هي فكرته ان هو ما بياخدش تكسيم من الجنب، هو بيدي كل المنطقة في قلب البنسة ويبدا بقى يحركها زي ما هو عايز بسرعه جدا، بل بالعكس كمان ممكن يقسمها بسرعه. يعني لو انا عايز اعمل، انتوا عارفين الكورسليه مثلا او الكورساج او اي حاجه عايز اعمله باي شكل، وعايز اعمل اي شكل بنس في ثواني، يادوبك بس بصفي واروح جاي اعمل البنس بتاعتي بمنتهى السهوله خالص. يعني انا لو عملت الباترون ده نفس الباترون كده اهو، نفس الباترون اهو، هو هو اهو بنفس الطريقة، بنفس الطريقة جيت هنا مثلا من غير بقى مقاسات وحسابات وحاجات كتيرة، مثلا جيت من فوق الصدر ورحت جاي راسم ايه دوت، احنا قلنا الخط اللي فوق الصدر، وجينا رسمنا رسمة القب كده وهو زي ما هو. طبعا بيتعمل لها حسابات كتير قوي قوي. ماشي. وجيت عملت القب كده وخلص. فطبعا القب ده بيبقى فيه بنس، يا دوت ان انا بس باجي عند فوق القب كده وافتح البنس واصفي البنسه اللي تحت اللي احنا كنا مصفينها. خلي بالكم البنسه دي المفروض تكون اكبر من كده، بس انا ايه عشان ما شرحتش بالمقاسات المره الجايه هنشرح. طبعا احنا قصينا اللي تحت لان اللي فوق دي فيها اكتر من قصه، فاحنا قصينا اللي تحت اهي. اللي تحت اهو دوران الجيرو والبنسه طالعه لبره، ودي بنسه السيت وده الكب. عايزين نعمل الكب ده ونعمل كده اهو، بس نقفله يروح جايب لي فتحه البنسه اللي فوق واروح مصفيها، ولما اجي اقفلها يروح عامل لي الكب لوحده. طريقة سهلة جدا وجميلة خالص يعني، بس هي مشكلة بس انها جديدة والاول مرة. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم انكم تكونوا استفدتوا واكون عرفت اشرحها، لان هي فعلا حاجة جميلة بس انا بادئ برضو فيها لانها لسه جديدة عليا، بس فادتني. فطبعا حبيت ان انا اقولها لكم لعلنا كلنا نستفيد مع بعض، كلنا نستفيد، لان دي اول طريقة يتعمل فيها البنس لبره. لسه الكتاب كبير ولسه في شرح كتير، لسه في حاجات جميله جدا جدا جدا. وده نص الكتاب، اللي معاه الكتاب عارف ان الكتاب ده 800 صفحه، دول اول 400 صفحه. وان شاء الله نحاول ان احنا نقرب المعلومه من بعض. هو بس بيتعبني في الترجمه على جوجل، لكن ان شاء الله خير. السلام عليكم.